الشرعية هي سيدة الشعب، هاو في الشارع الشعب. وحسن فعل، وحسن أن يواصل المطالبة بالشرعية تاع الحكم حتى يراقب كل تحرك لكل مسؤول. هي اتخاذ النقية والوظيفة. بغيت تولي رئيس بلدية تاع بشار ولا تاع كرزاز ولا تاع أي بلدية ولا العبازلة، روح للشعب. إذا عطاك الشعب تفضل، بصح الشعب يراقبك يوميا، ما بقاش اللعب تاع بكري. هاو بناء شرعية، بلدية، ولاية، رئاسة، مجلس شعبي وطني، مجلس الأمة. لو كانت تكون هذه تفرى المشكلة السياسية وتنتهي ولا ما تنتهيش؟ تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله. وعلاش زوارا يزورون وزورون وزورونا تزويرا؟ هي خليكم من الخردة هذه وهذا الأباطيل وهذا الأكاذيب. كذبتم على الشعب وحطمتم معالي هذا الشعب بالتفرقة وبالانتخابات المزورة والملطخة والموسخة. والتزوير عار في جبل الجزائر، والتزوير مفسدة وتخريب للجزائر، والتزوير حرام وباطل وغير مقبول وسرقة الآخرين. هذه أباطيل لازم تروح من الجزائر على الإطلاق. إذا نبني الشرعية هكذا، ومن بعد تخرج حكومة. كيفاش تكون الحكومة؟ نبقاو كي بكري ذلك بالأباطيل وبالأشياء غير الحقيقية. حكومة منين تخرج؟ تخرج من البرلمان الحقيقي. والأغلبية كيفاش؟ اللي عنده الأغلبية تخرج من رئيس الحكومة. هاي إرادة الشعب. ثم بعد وليت رئيس حكومة خارج من الأغلبية أو ما انتهتش القضية. وكل عسى كل يوم حراسة مشددة على الحكومة. كيفاش؟ برلمان كل يوم في الأسبوع أنجو بارسونا يجي رئيس الحكومة والحكومة تاعو كل هنايا. راح نقول لكم وكار دابو دفور البرلمان بوركوا با مدام الشعب هم الممثلين الحقيقيين تاع الشعب.